نعم اليمين. الله يحفظكم الشيخ، بالنسبة لتفسير القرآن، نعم، كثيرا ما يقرأ تفسير القرآن ثم ينسى، فما هي ينسى أقول، نعم، فما هي أفضل يعني الطرق أو أيسر الطرق لتثبيت هذا فهم التفسير؟ أيسرها بارك الله فيك التعاهد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن، وقال تعالوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فأحسن شيء أن تتعاهده. من السور ما يكفي أن تتعاهده مرة في الأسبوع، منها ما يحتاج إلى مرتين، ومنها ما يكفي مرة في 15 يوم. هنا ها؟ التفسير ولا الحفظ؟ التفسير ما التفسير إذا نسيته فراجع. ها؟ لا لا، أما الاهتمام بالاستغاثة اللغوية، لا لا، الأولى تفسير السلف، لأنهم أعلم الناس بمعنى القرآن.